لبنان والحمد لله له ألف حمد وشكر من أجمل البلدان بالعالم ومن أفضل البلدان مناخا وكل شيء، وحاليا هو أهدأ البلدان. هالكرة الأرضية كلها قداش واسعة، إلي منها هالوطن الصغير اللي هو أنا خلقت فيه وربيت فيه. حياتي كلها هي بلدي، يعني حتى إذا بدي أنزل ليلة على بيروت صدقني يمكن ما فينيش نيم. بروح على بيروت بخلص شغلة الساعة واحدة بالليل إذا فيه، وبرجع بنين بكفر كلها. كل اللي بيقربوني الحمد لله من بيت حلاوة لبيت جمعة لبيت شايف لكل بتفركلة بيدعس قرايبي وحبايبي. فركلة ملاصقة مع فلسطين، هيدا البيرة الحلو اللي فيها، والمعنى من الحلو اللي انت بتيجي بتسأل عنه أكترية البشر بهيدا الموضوع هو خاص بوابة فاطمة. فركلة من حيث الموقع تقع على حدود فلسطين من الجهة الجنوبية، وهي طبعاً تمتاز بتلالها وهضابها ووديانها اللي بيحدوها من ناحية جغرافية كقرى حولها، من الشرق الخيام، من الغرب الطيبة، بالجنوب عديسة، من الشمال دير مماس وبرج الملوك. الصهاينة بفلسطين بدأوا يكونوا عصابات، منها عصابة شتيرن وعصابة هاجانا وعصابات أخرى، وبدأ عملهم هو الغزو لهالقرى اللي حولهم، وبدأوا أهل البلد يتعرضوا لهالأمور هذه، مرأة وزلمة قتلوهن وقطعوهن قطع قطع. ولا في حدا يدافع عنهم، ولا في حدا يحميهم، مالو كان فلاحين كبار كلات مع كل واحد عمره 70 80 سنة، فلاحين كبار. وطبعا الشعب همومه حملها على ظهره. كان يتحمل مسؤوليه هو، الى ان وصلت الحاله انه اسرائيل طمعت بكفركلة وبغير كفركلة. اول هجوم صار بال 71 هجموا، اخذوا الحاره تحتها شيء يمكن 17 18 واحد. نحن كفركلة ما لا يقل عن العشر سنين اهل حاره تحتها، بمجرد ما تغرب الدنيا صرت بده يجي الليل يطلعوا على حارة الفوق يناموا بالليل فوق، لأنه الإسرائيلي بده يجي كل يوم لهون. الجيش الإسرائيلي الرسمي هاجم قرية 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 بسيطة جدا في جنوب لبنان، هاجمها والقرية شو معها إذا معهم بارودة أو جفت أو كم واحد، يعني هذه كل الإمكانياتها يعني، فبدها تستجب بدها حدا يساعدها، دولة مهاجمتها لما بدها تروح للجيش الجيش اللبناني. طيب إذا كلا أنت الجيش ما بدك تحمينا، مين بده يحمينا؟ بنحمي حالنا، بنعمل مقاومة، بنحمي حالنا، هاي كل أمري، هذه المقاومة نشأت بها الحالة هذه، إنه قرى وشعوب وناس عم يتقتلوا ما حدا عم بيدافع عنهم، بدوش يدافع عن حالهم؟ فنحن وعينا على هذا، ليش بده يضل هيك؟ نحن لازم نكون نحمي بلدنا ولازم نحمي أهلنا. فجندوا من كل بيت يطلع واحد كل ليلة يحرص. في يوم اجت اسرائيل غزت البلد هونيك، وانا اشتركت بمعركتين بال 75، معركه تموز ومعركه تشرين الثاني، وطبعا كل الجرائد تثبت انه نحن انتصرنا، واستشهد قائدنا الشهيد عبد الامير حلاوي. الله يرحمه عبد الامير حلاوي، والله قدام بابني اني اربعه من الانبل اللي رميها عبد الامير من عند السطح، سطح بنت
مر لو جايبين ماين أساير نمر يحيى الله يرحمه وأسعد الله يرحمه ابن محمد عايب. فجروا بك الحج أحمد عايب وراحوا. مرقت المنطقة هون بأكثر من محطة تاريخية إلى علاقة بالدولة اللبنانية. يعني عندك سكنة مرجعيون، إجا سعد حداد بلباس الجيش اللبناني، وحتى أكثر من هيك كان من الوقاحة إنه يعمل دولة لبنان الحر. دخل حداد على كفركيلا بسنة 76-77 وبلشت من وقتها، تعتبرها من وقتها محتله. العدو الاسرائيلي وجماعه سعد حداد بلشوا بالخيام، دمروا الخيام وهجروا اهل الخيام، قتلوا 40 او 50 شخص بساحه الخيام، قتلوهم يعني عدموهم بساحه الخيام. عم يحاولوا يفوتوا رعب على كل المنطقه، على كفركلا بعدين على الطيبه على المنطقه قاطبه. عملوا ميليشيا بقلب البلد، في ناس كتير مشيت معهم، في عسكر الجيش اللبناني كان قديم، كان مثل كانوا طالعين تقاعد او شيء، صاروا عاملون معهم، صاروا عاملين مثل حرس، عملوا حرس بقلب البلد بنص البلد، وعملوا اطراف البلد. يعني قعدوا في مركز عندنا اسمه العزيه قعدوا فيه، وفي منطقه اسمها الشخروب قعدوا فيها ما بين كفركلا والطيبه وما بين كفركلا وتل النحاس، قعدوا على هي الاطراف. يعني قضيه ان الاسرائيلي اراد ان يمارس دور الراعي، عمل اداره مدنيه ومشاكل، رخص اسعار معينة، الغاز، البنزين، أدخل سيارات بلا جمارك عبر معبر الناقورة، هذا كله أراد أن يغري به المواطن ليقول أنا بديل عن الدولة. يا أخي العزيز، ما خسرته كفركلة والمناطق المحتلة كبير جدا، هو أنها انسلخت عن حضن الأم الوطن. الصهيوني بسنة الأربعة وثمانين كان محتل بالمنطقة هون، هدلنا ببيتنا، حبسني بيي وقتل لي بيي وهدمنا وشتتنا نحن أولاد صغير، يعني أنا كان عمري 8 سنين. فهيدا العدو الصهيوني يعني سلطان، هددنا وزعبنا من هون، تهجرنا عن نبطية. كان الإسرائيلي وإفرازاته من العملاء بيقروا صلاة بعض الإخوان غير ما بيقروا صلاة الآخرين، فدائما كنا نحارب بالمسجد. أبو حسن الحلاوي والحاج طه تحديد، أبو حسن شيت أقل عمران كان بعده صغير، هم عايشوا الوالد كان عامل جمعية، كانوا هني بجمعية وعملون وقتها دروس دينية وحبسون سنة 85، شدون كلهم على الخيام بدون يفرغوه، أنه هاي الكلمة بالنهاية ستصنع إنسانا ثوريا. شباب كتير فاتت على المعتقل كرمال انه كانت تصلي ورا السيد. يعني انا بعد ما طلعت من المعتقل فصلت فترة، يمكن المسجد اذا صدقني يمكن بالشهرين وبثلاثة ما يفوتش تاني يصلوا فيه، عزلوا للسيد. فمن وراها تعرضت للاعتقال بالخمسة وثمانين بسجن الخيام لفترة 100 يومين، وابعدت من 1985 للألفين. اعظم حرب على رجال الدين تكون من خلال أن ينفض الناس من حولك ولا يبقى إلا المأجورين المدسوسين، وهذا أمر موجود. فكان هناك أذى فعلي أدى إلى اعتقالي عام 98 عبر العملاء ودخولي إلى معتقل الخيام. We'll be right back.
كله بالقهر وكل عمال بقى كالب ومشتع لا الدنيا ما يرحم حد. لك عندي صبي سأو السم من كوين قد ما حبسه وقد ما قتله بالخيام. يعني بس بدك تقول انه اجوا وراي الاسرائيلي ليخدني على المعتقل، ما تفكرش بنفسك، بدك تفكر انه شو بده يعمل بعائلتك باخوتك بكذا. هذا الناس كان عندها نقطة ضعف. كنت عم بدرس مثل اي تلميذ مدرسة، بلشت كان لبسي يكفي انه يلفت. هذه النقطة لفتت نظر العملاء اللي كانوا هون، فحاولوا انه يضغطوا علي بطريقة انه ماشي انه انت بدك تدرسي او بدك تضلي هون بهذا المنطقة، كمان بدك تدفعي ثمن او بدك تشتغلي معنا كونك انت كنت عايشة ببيروت وبمنطقة فيها بمنطقة حينة، يعني المنطقة تاعت حينة فيها كم شخص معروفين، هو الجماعة انت بدك تجيبي عنه وتسألي عنه لتضل حياتك طبيعية. كان عندي رفض، بلش يصير علي ضغط حتى بمدرستي، قلت اموره بتتقطع. ولكن وصل الموضوع لما صرت بصف البكالوريا، حاولوا انه بلكي بيجربوا طريقة مختلفة عن الضغط المباشر، انه بيجوا لعنا وبيحكوني او بيبعتوا وراي على المكتب، اخذوني على المعتق. اذا كان بلا نمشي نحن من هون على عدايسي، لك عدايسي بعيد، عدايسي عنيني او تل النحاس، مش عدايسي تل النحاس اللي هو تقريبا بقلب كفركلة، قديش بعيد عنيني؟ بعيد علينا كيلومتر، عن البوابة لتل النحاس فيه كيلومتر. تعرف اذا بدك تمشي انت بسيارة ممنوع تكون ماشي لحالك بهالفترة، الا بدك تكونوا اثنين وثلاثة، وبس تلاقي بالدورية تنزلك تبعدك عنك 100 متر لتمرق هي. شهيد عبد الله عطوي 3 ايام بكفركلة قبل تنفيذ العملية، لو ما في بيئة حاضنة ما كان بيمشي حاله. اللي نفذ يعني من اكبر العمليات النوعية، العمليات الاستشهادية ضد العدو الاسرائيلي على الحدود، ثلاث دبابات فجمة بالعملية، كنا بالزيتون طر علينا هالجراين هالداين تبع اليهود وهجموا علينا ما عملوش معنا شيء. يعني أنا اليوم وقت اللي بدي أقول إنه أنا فت على المعتقل، يمكن أنا نهايتي بهذا المعتقل صارت، بس يا ترى هذه هالناس اللي بعدها عم تجاهد برا ليش كانت يعني ما عنا أمل مثل ما فتنا نحن ولقينا ناس قبلنا كمان تركنا ناس ورانا عم تجاهد لهالسبب، ظل عنا الأمل. اشتغلت المقاومات من قبل، من 82 اشتغلت حد المقاومة الإسلامية ومع المقاومة الإسلامية لكف المشروع لتحرير الأرض المقاومة الإسلامية. لو ما رجال المقاومة ما فتنا لا عكفركلة ولا عبلاد التانية ولا هلأ قاعدين بأمان ولا مننام نحن ومرتاحين أصلا يعني. لما ضربتنا إسرائيل بأنا عملت 92 وعملت 96 عن إيد الغضب وعملت كل هو، شو عمل مجلس الأمن والأمة العربية والجامعة العربية، شو عملوا لنا لجنوب لبنان؟ هلا عم بيذبحوا الفلسطينيين، بفوتوا على البيت وبيدمروا بطائراتهم واطفالهم. اذا رفع طفل فلسطيني حجر وضرب الاسرائيلي فيه بيقولوا هذا ارهابي. يا ترى اذا اسرائيل ما كانش في عنا سلاح يردها، بدها تخلي حدا يمرق بس على الطريق اللي حد مني؟ يا وقال احنا ونحن وين؟ لش هن اقوي فشروا، نحن هن مش اقوي، نحن الاقوي. نحن لو مش قوي ما نحطش عمارنا على حدوده على الحد تبعه، يسترزوا يمرقوا من حدنا. لو ما سلاح المقاومة كنت بدي صير مثل الفلسطيني، بدي طالب من أي بلد بالمهجر بالعودة على لبنان لو ما سلاح المقاومة. اصحى تفكر يوم من الأيام أن إسرائيل طالما أنه موجودة وبعض فلسطين مش محررة، اصحى تفكر أنه يوم من الأيام في حدا يقول أنا بأمان. يعني لو ما هذا حاجز الرعب والردع اللي عملته المقاومة كن يعني هي شو بيردها إسرائيل؟
هي والله غايرة. أنا مع إنه يكون في قوة حامية للوطن أو للقرية، إذا في جيش أو في نظام حامي وقادر ومسلح يقدر يحمينا من العدو المنتظرنا عال كلنا منساعده. إذا ما في بدنا ندافع عن أنفسنا. لما أنا بدي أحضر على التلفزيون يومي نفس المعزوفة، يومي التشكيك بقدرة الجيش والتأكيد على إنه الجيش مش مسلح بقدرة كافية لمواجهة أي خطر، أي خطر. فأنا كيف بدي ساعتها أوافق أو أقبل أو أتفاعل مع منطق اللي بيقول إنه سحب السلاح المقاومة؟ أما إنه في عدو وبلا المقاومة ونسك الأمر على عاتق الدولة، ما بقى ما بتصور إنه عملنا شيء. رجعنا إلى ما كنا عليه، وإسرائيل بالحقيقة لا يرعبها ولا يخيفها الا العدو، الا المقاوم في لبنان. ما هن قاعدين بالفنادق وقاعدين بما خصهم، ما خصهم بجنوب وما خصهم بشيء. هو اللي عم يتفلسف هيدا الحكي، بينهم وبين نفسهم مقتنعين انه هي المقاومه اللي طلعت اسرائيل، وهي المقاومه هلا اللي عامله اللي حامي جنوب، هي والجيش اللبناني جيش وشعب مقاومه. افضل معادله ممكن تكون لاي شعب بالعالم، لاي شعب، وخاصه في ظروف التوترات والحروب والعدوات والكراهيات اللي حاليا تسود العالم للاسف. اول من عمل الارهاب وصنعه ونزل هيدي الكلمه يعني على مصطلحاتنا ومجتمعاتنا هي اسرائيل. هي اسرائيل بلشت فيها. انا باقي هون انا وابني ومرتي وامي واختي وخيي وكل اهل هذه البلد باقيين هون، حتى لو بدنا تكون المعركه بس بكفركيلك.